يو واتساب ما فاميلي، صباح النور صباح الخير صباح الجود مورنينغ، جاي صباحك بدا يكون خفيف ظريف عليكم. المهم هذا راه 12:35 تعليل، ولكن ديجا انا ولفت كنقول صباح النور صباح الخير. صوت فيديو هي غير هذا الفيديو غادي نقول فيها. المهم كيما شفتوا في لامانياجور وشفتوا في ليكريتور نتاع التعليل تاع الفيديو، غنهضروا على واحد البرودوي اللي ما كاينش شي واحد اون فوا كي ديباسي واحد 6 شهور في الميسكيلازون غيكون سامع بيه وعليه بزاف الهضره، شحال كيقول دوباج الا كيقول الكومبليمون اليمونتير عالي كل واحد شنو كيقول، اللي هو سميتو الكرياتين. قبل ما نبداو لكم شي اول مره انت ولا انت كتفرج في مالك كتهبط لتحت وتلقى واحد اللعيبه سميتها سبسكرايب، تبرك عليه تشوف لي غري وطلع لك حدا واحد الجرس تبرك عليه حتى هو باش يبقى يوصلوا النوتيفيكاسيون ديال لي فيديو كاملين، وغتمشي لعندي سوغ انستغرام تاع لك هنا ولا هنا وغتبرك على واحد اللعيبه فولور غنرد لك باش نبقاو نهضروا كاملين. بالنسبه للانواع تاع الكرياتين كاين واحد الكرياتين اللي هو كرياتين مونوهيدرات، هذا الكرياتين هو ارخص كرياتين كاين في السوق واكثر واحد استعمالا وقليل فين كيكون في المغرب، مصنع شركه امريكيه وفيه غير كرياتين، كيعتمد غير على الكرياتين، فيه 80% من داك البورسونتاج كامل كرياتين والتباقي كامل كيمشي غير مع الماء. اكونتخيغ نتاع واحد الكرياتين سميتو كرياتين بيور، هاد الكرياتين من بين احسن الكرياتين اللي صوبوا واحد العلماء المان وداروا فيه بزاف نتاع التجارب وكذا، لان هاد الكرياتين المونوهيدرات تصوب في الاول في داكشي نتاع التسعينات، تما هاد الكرياتين بيور تصوب في 2008 عاد بدا عاد العلماء اكتشفوا داكشي وزادوا فيه بزاف ديال الحوايج، داكشي كيتسمى من احسن الكرياتين والثمن ديالو طالع شويه اللي كيدير حتى 500 حتى 600 درهم ونص كيلو، ماشي بحال الكرياتين المونوهيدرات اللي كاين لا بلوبار ديال المغاربه كاملين كيستعملوه. وهاد الكرياتين بيور كيما قلنا هو احسن كرياتين كاين اللي صوبوه علماء المان، والثمن ديالو شويه غالي، داكشي علاش بغيت نقول لكم تقدر تلقى شي مره شي برودوي كخيا بيور، هذاك راه هو احسن واحد، يعني ما تقولش هذا راه فيك ولا شي حاجه، هذاك راه هو احسن واحد كاين. المهم دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال الاستعمال ديالو. الطريقه ديال الاستعمال كل واحد شنو كيقول، كاين كيقول لك خذ سكوب قبل لونطريمون سكوب مور لونطريمون سكوب هادي سكوب هادي، انت عندك الحريه تستعمل السكوب فوق ما بغيتي، غير هو خاصك تعرف البورسونتاج اللي ما خاصكش ديباسيه في داكشي ديالو، يعني خاصك تحط ما بين 5 غرام حتى 10 غرام، شاك سكوب فيها 5 غرام. وبالنسبه لي انا النصيحه اللي كنصحكم بها نتوما حيت بحال خوتي وعائلتي كاملين، غنعطيكم تاخذوا سكوب قبل لونطريمون ب 5 غرام سكوب واحد مع الماء، وديريكتومون اون فوا تسالي لا سيونس ديالك تسالي الحصه ديالك دونطريمون تاخذ سكوب واحد اخر مور الحصه ديالك مباشره ديريكت، اون فوا تسالي دخل للفيستيار سكوب ديالك تكون ديجا ميلونجي مع الماء وما خدونيش نشربو باش لوكو غادي كيستافد من داك الكرياتين بزاف. صافي هادشي اللي كاين اليوم. صوب الى كنتي فهمتي هاد الفيديو معليك تهبط لتحت كالعاده وتفرق العيبه نتاع لايك وتمشي عندي سوغ انستغرام يطلع لك هنا ولا هنا، صافي هادشي اللي كاين. بيس ساليت لا فيديو، ولكن تفكرت واحد الليله اللي خاصني نقولها لكم بصراحه، اللي هو ان بزاف الناس اون فوا كتدير الكرياتين كتمشي عند الشركة في راسك كتقول له اجي انا راني خديت واحد الكرياتين وكذا وهادي، كيقول لك لا هذاك راه واحد بحال الدوباج وكذا، هذاك راه بحالو كيستعملو صحاب تيستو واش مشيتش ارنولد شنو دار له هو اللي سببو باش مرض بكلا وكذا. هاد القضيه راه ما كايناش، اللي كيقول لك كي زعما كيفرع الكلاوي انت باش واخا هو ما كيفرعش الكلاوي والناس اللي الناس تعبوا على هذا الشيء وكتلقاه قرا 20 عام باش يجي يعطيك هذا المنتوج، ويجي واحد ما ديش طلبك بنقطه ويقول لك كيفر عليك الهواء بحال تقول هو اللي صوبه ولا هو اللي قرا عليه. المهم واحد الناس اللي نصحكم بها عاوتاني الثاني هي انك تبقى تشرب الماء بزاف، سواء كتستعمل الكرياتين سواء ما كتستعملوش. المهم دابا ما كتستعمل الكرياتين شرب الماء بزاف، بحال دابا انا كنشرب 3 لتر ونص حتى 4 لتر في النهار، حتى انت تشرب 3 لتر ونص حتى 4 لتر في النهار، ياك الماء ما كتشريهش كيخلصوا مالي نضاركم، يعني اشرب الماء عارف زين هاد ولاد ديالنا يرسولي كل ماكينة يشتتولي كل بانيوم يرسولي كل ثلاجة ياكلولي من القميصة ويفرقولي كل مصبانة ويسقيولي كل من المدينة يرسولي كل خريجة أرسالي كل ماميصة ويفرقولي كل عمالة ويفرقولي كل عمارة يسرقولي كل بانيوم يهرسولي كل ماكينة ويفرقولي كل قميصة ويصبنولي كل ملابس ويهرسولي كل المقاعد.